ابو ما شاء الله ابو عمر انت عارف عنده في الطب البديل اللي هو الطب الاصيل. انا كنت اسوي لقاءات سابقه من ضمنهم الله يرحمه عبد الباسط السيد الله يرحمه. نعم. واذكر كان يقول الطب البديل وكنت اقول له الطب الاصيل. احسنت. لان الطب النبوي وخاصه فيما يتعلق في التغذيه لا شك هو الاصل، منهج التغذيه عند الرسول عليه الصلاه والسلام والصوم وغيره. ابو معاذ بعد هالتجربه الطويله أكيد عندك رسائل. أنا معلش أنا أقول للأخوات هم يحتاجون كثير من الرسائل في قضية واللي إحنا دائم كبر البطن وليس الرجال، هي النساء والرجال والإشكالية الكبرى. معلش تحملون اليوم مصارحة شوي مصارحكم. المشكلة الكبرى في العشاء حول هذا الموضوع ندندن. أبو تركي في الأول الأخيرة كنت أتكلم في سنابات زمان، أتكلم عن الرياضة والرياضة والرياضة، لكن الآن في خلال الفترة الماضية هذه كل شغل الشاغل كبار السن. كبار السن السلام عليك. والنساء والرجال جالسين في بيوتهم صار يس. هذا شغل الشاغل الآن. ليه؟ لأن هذول الفئة المظلومة، فئة مظلومة لا يتحرك قليل من يعني ما يتحركون ما يتمرنون ودائما عندهم مشاكل. لو لاحظت وانا دائما اتكلم عن النساء، ليه؟ لان مو جالسين بالبيت، الرجال يطلعون يروحون يمشون يتحركون يقابلون اصدقائهم، بس الفئه المظلومه اللي قاعدين في بيوتهم غالبا من تعدى عمرها الأربعين سنه. احسنت. بتكلم بالعاميه ترى ما احب اتكلم بالفصيح، اتكلم بالعاميه. خذ راحتك. وش يقولون؟ يركبي ظهري يوجعن راسي لا حد يكلمني لا حد يجينا. وش يقولون؟ اعطونا مكملات غذائيه، انا ناقصا صوديوم، انا ناقصا مغنيسيوم. انا بعد تعلمون عرفوا الاسامي يعني لا لهم من المقاطع. ايه النصابين اللي معلش حقين مكملات الغذائيه بعضهم عشان يسوق غذاء يقول هذا كذا مهم لك، فيجي الاعلان فتهي تصدق، لان ايش الانسان المريض دائما يتعلق باي شيء. صحيح. عشان كذا تفضل. فيجيبون تدخل تشوف الثلاجه مليانه من المكملات الغذائيه، وأساساً أساس علتت مي هذه الأشياء أبداً، ما بس إلا العافية، ما بس نقص فيتامين دال ولا أي حاجة. اللي به المرأة عموماً إن المرأة كل 10 سنوات ما تتمرن ما تحرك عضلات جسمها ما تتمرن تمارين مقاومة مباشرة تنقص 5% من الكتلة العضلية في الجسم كاملة. هذا النقص من 5% شو يصير؟ يصاحب آلام في الجسم، تعتقد انها عندها نقص معين، فروح تاخذ مكمل غذائي وشهر شهرين ترجع نفس الاوجاع، وتروح للدكتور وتروح تاخذ اشعه وتاخذ تحاليل، وعلاجها الاساسي مو بالمستشفيات ولا بمكملات غذائيه، انها تتمرن. يجينا سؤال ثاني، على فكره ترى كل 10 سنوات 5%، 10 سنوات ثانيه 5%، 10 5 يعني بصير مهلك للجسم. على فكره معاذ ترى الكتله العضليه تنقص سواء تحرك ولا ما تحرك، لكن النسبة تختلف. هي ناقصة. الإنسان شفت الحين لما يصل عمره 70-80 تجد عنده نقص ما يستطيع، لكن تختلف إذا عندك حركة. وفي معلومة بضيفة. أضيف معلومة يمكن نعم. معلومة بسيطة، أنا ما عندي مشكلة لأن عضلاتي قوية، فإذا ضعفت العضلات بانت المشكلة. أنا عندي إصابة في الركبة، أنا أتكلم عن نفسي الآن. نعم. عندي إصابة في الركبة. طيب. كل ما أتمرن وأسوي تقوية ما أحس. لماذا؟ لأن الوزن التحميل يصير على العضلة، لكن إذا عضلاتك ضعيفة يصير التحميل على المفصل مباشرة. أنا عندي إبراهيم القناص كان رئيس اتحاد الكاراتيه، كان من لاعبيني من أبطال المملكة في الكاراتيه، وكنا مع المنتخب. تخيل مع منتخب المملكة. قلت له يا إبراهيم، أنا كنت المشرف على المنتخب، إبراهيم جاء وقطع في أحد الأربطة. نعم. وعندنا بطولة بعد شهر. برنابوك مدرب نادي كان حق الهلال اللي كان ذا، قلت أنا أبغى إبراهيم يلعب، قال يسوي عملية بعد البطولة. كنت يلعب قال يلعب، بس صار أبغى تمرين تقوية مركز. وفعلا أعطاه برنامج وتقوى، لعب البطولة عنده قطع. قال ليه؟ قال ما في تحميل على المفاصل، تحميل كله على العضلة الآن. صحيح. فهمت الفكرة؟ لأن قوتي
لذلك وش المشكله الثانيه تواجهك ابو تركي؟ تقول ابو معاذ بعد ما شاب ودوه الكتاب ايوه يعني أيوة. بعد العمر هذا بعد 40 بعد 50 تبينا نتحرك تبينا نتمرن فاضيين لك كلام حق يراد به باطل انا مر علي فاضيين لك اخوي بقول لك بالعكس عشان تحافظ على صحتك عشان ما تتوجع لابد انك تتمرن ولابد من تمارين المقاومه اغلب الناس يقول انا والله انا رياضي انا امشي 10 كيلو باليوم حلو بس وين المشكله؟ المشي ما يبني عضلات المشي ما يبني عضلات يعني انت تمشي مع التقدم في العمر تضعف لكن مفاصلك تضعف ما في عضلات تشيل المفاصل فادنى طيحه بعدها ما تمشي ابدا هذا مع انه المشي له عشرات الفوائد احنا نعم ما ننسى نعم صحيح خاصه في في قضيه الضغط النفسي المشاكل وعلى قضيه بنرجع للتفريغ هذه مهمه اكثر الناس اللي يعانون من الاكتئاب والقلق والتوتر مشكلتهم عدم المشي هذا من ضمن العلاجات الاساسيه المشي انه لازم يمشي لازم يمشي. وجودك وبقائك في مكان وحتى التغيير تغيير مناظر الرسول عليه الصلاه والسلام هذه مر على فكره والله شوف ايات عند الرسول حاجات اعجازيه يقول اذا ذهبت الى العيد سبحان الله كنت اطلع عليها تذهب من طريق وتاتي من طريق اخر شوف شوف الحكمه من توقع وش الحكمه حكمه عجيبه الحكمه حتى هي اشعار او يسمونها هذه العباده العظيمه صلاه العيد يراها اكثر من شخص انت اذا رحت من طريق ورجعت من طريق اخر اشهار اشهار فبرجع لموضوع نفس الموضوع انك انت الان لما تمشي وتغير الاماكن